أكد معالي رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح أن ميثاق العمل الوطني هو حجر الأساس في هذه النقلة الحضارية، حيث أرسى الميثاق مبادئ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. أنا أعتقد بأن جلالة الملك لما تسلم السلطة في 1999 بدأ مشروعه الإصلاحي، وكان حجر الأساس هو ميثاق العمل الوطني الذي أرسى مبادئ الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البحرين، والذي على أساسه وضع دستور 2002. والحقيقة هذا الميثاق الذي أجمع عليه شعب البحرين تقريبا بنسبة تفوق 98.4%، وهذه نسبة غير مسبوقة، والحمد لله. هذه هي الركيزة الأساسية لمشروع جلالة الملك الإصلاحي، والذي على ضوءه يعني سن الدستور، وعلى ضوءه وجدت المؤسسات الدستورية من مجلسي الشورى والنواب، وأيضا وضعت القوانين والأنظمة التي تنظم العملية السياسية. وكان جلالة الملك يريد إشراك أبناء وطنه في اتخاذ القرار، وهذا ما تم، والحمد لله. احنا اليوم في هذه الذكرى 19 لميثاق العمل الوطني نجد بأن المشروع الإصلاحي يحقق إنجاز كل سنة أكثر من السنة التي سبقتها.